السلام عليكم، معكم فوزي من قناة نعتلي الدين. اليوم إن شاء الله نوريكم كيفاش نبدلوا لابريز إلكتريك ولا المقبس الكهربائي. أولا كاين بزاف الأنواع، كاين فيه الفيس تاعو هنايا، البرغي تاعو هنا، هذا النوع هذايا فيه البراغي تاعو هنايا، ندخلو هكذا ترنو فيس رقع كيما هذايا. كيكونوا هذوما مالك طيروهم، طلعوهم غير بالعقل هكذا. علاش؟ باش ما تكسرولهمش هاد زوج سنات، فيهم سنة منا وسنة منا، ممكن تنحيوها هكذا منا وطيروها يتكسروا لها هادو السنات. نزيدو منا هكذا كيما قلنا، هي غير بالعقل هانيك. هادو ما كي تنحيوهم ديروهم بجهة باش ما تعفسوش عليهم. ولا من بعد عندنا برغي هنايا نحيوه، ونزيدو الثاني. ما تنساوش تقفلوا التيار الكهربائي هايدا، هادي بلا ما نقولها لكم. من بعد نحيو من هنايا، عندنا برغي هنايا هايدا، ونزيدو نحيو البرغي الثاني. هاد البراغي هادوما لي فيس هادوما واش يشدو؟ يشدو الخيوط. الخيوط رانا نشوفو بلي عندنا زوج زروقة، وهدايا بون هادوما، هادو ما فاز وهادو ما نوتر، هادو ما الحمورة وهادو ما الزروق. واش نديرو؟ نجيبو لابريز تاعنا جديدة هايدا، نحيولها كيما درنا الأخرى غير بالعقل، نطلعوها غير شوية ومن بعد ندخلو هنا التورنوفيس بالعقل هكدا. أوب هايدا بالعقل نطلعوها، هادي الأولى، ومن بعد نزيدو منها غير بالعقل هكدا. خاطش كون نطلعوها هكدا منا، طلعوها هكدا تكسروها. من بعد ندخلو هنايا الفيس، نديرو له هكدا ها حسن تشوف. فوالا هكذا اوب يطلع، نحيوها هكذا. هاي كيفاش عامله حنا؟ واش نديرو؟ نديسيريو هادوما ولا ما راهمش مديسيريين؟ ومع العموم يكونوا مفتوحين. ها علاش حنا نديرو لهم هكذا، نفيريفيوهم اذا مفتوحين. نديرو هذا، راك تشوف هادوما ما راهمش مفتوحين، رانا فتحناهم هكذا. نشاهدو بلي هاي لي، شوف كي نزيرهم، شوفوا ها كي نزير. عندنا هذيك الحديد نتا قد ما تزير هي تطلع تغلق على الخيوط، كي تحل هي تعاود تحبط. هذا لاروندا اللي جايه لداخل، كي تزير هي تطلع وتغلق على الخيوط. حنا دوكا ندخلوا واحد منا وواحد منا زروقه، واحد واحد منا حموره كيما كانوا في الاولى. ندخلوا زروقه في بلاصتهم، نزيرو عليهم، ثم ناخذ الحمورة نديروهم في بلاصتهم كما كانت الأولى. حاجة ما فيها والو، حاجة سهلة ديرها أنت في الدار ما فيها والو. ها ثم ديرهم في بلاصتهم وتغلق البرغي تاعك. هذا زيرو مليح. علاش تزيرهم مليح؟ باش ما يكونش عندك موفي كونتاكت، باش ما يكونش خاطش الخيط ولا كان ماشي محكوم مليح يبدا يزغد، ومن بعد تيك يسخن يشوفي لك يحرق لك لابريز. ثم واش نديرو؟ نحكموها هكذا ونديروها في بلاصتها هايدا، نديروها في بلاصتها فوالا. هكذا يتشد بها ويتزير بها. ها بعد اقعد شاد هكذا وروح للفيس الاخر. ثم
كما تحكم الغطاء هدايا لي كاش فيس هادوما، تعاود ديرهم لهنا. هاي لابريس تاعنا خاوتي في بلاصتها، جبد على روحك راهي حاكمة مليح. لازم كي ديرها تكون حاكمة مليح، الا ما كانتش حاكمة مليح كدير واسمو تاعك لافيش مال، تجبدها تعاود تخرج. زير مليح لي فيس تاعك، ولا عجبتك لا فيديو وكانت ليك افادة اخي اشترك معايا ومرحبا بك في قناتي. الى الملتقى ان شاء الله، السلام عليكم.